حذرت دار الإفتاء من المشاركة في اللعبة المسمى بمومو، وعلى من استدرك للمشاركة فيها أن يسرع بالخروج منها. وأهابت دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة ومنعها بكل الوسائل الممكنة. قالت الدار إنه على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب، حيث أنه يقال إن الرسائل المصاحبة لصورة تشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة أو حتى الانتحار. وحتى الآن أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات كانت قد وجهت لأولياء الأمور حول تحدي مومو، فضلا عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذا التحدي. مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، صباح الفل عليك. صباح النور. حضرتك بتشوف إزاي الخطر اللي بتتسبب في الألعاب الإلكترونية؟ الحقيقة أنه مو مش أول لعبة، وحضرتك أكيد تتذكر ألعاب أخرى كان تقريبا بتحمل نفس الأهداف عبر المواقع الإلكترونية. هو طبعا دي مش اخر لعبه هتظهر اصلا، ولا دي كانت اول لعبه، لان احنا زي ما حضرتك ذكرتي في اكثر من 4 أو 5 ألعاب هم اللي خدوا بس الاضواء، لكن في مئات الالعاب الموجوده على المتاجر الخاصه بالبرامج والالعاب بتستهدف نفس الهدف بس بانواع يعني متعدده او باشكال متعدده. وبالتالي احنا مش هنلخص الموضوع ونختزله في لعبه مومو، ولكن احنا هنتكلم في الموضوع بشكل عام. كل الألعاب اللي بيتم استخدامها من قبل الأطفال أو حتى برامج الموجودة على الإنترنت من برامج التواصل ومواقع التواصل، أي نوع من أنواع التكنولوجيا الحديثة يجب أن يبقى فيه متابعة ليه بالنسبة للأطفال وكيفية استخدامه. لأن يعني لو هنتكلم على مومو تحديدا، ما بقت كمان موجودة في الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب وسط الكرتون، ما بقتش مجرد لعبة كمان. وبالتالي هو الموضوع بيخش للطفل من اكتر من اتجاه، فلازم يبقى فيه يعني زي ما بنقول مراقبه ابويه، ايه انواع الحاجات اللي الطفل بيستخدمها، سلوك الطفل وايه اللي بيعمله، لان موضوع الالعاب ده مش هينتهي وبيزداد. احنا لو نلاحظ هنلاقي معدل ازدياد الالعاب دي الخطيره اللي بتؤدي يعني لمشاكل للطفل والاسره وممكن تؤدي لانتحاره او انه يضر حد من اللي حواليه، بقت معدلها كبير جدا. كل 6 شهور بتظهر لعبه تقريبا، ومش وعلى شرط هي مش كل 6 شهور لعبه، ولكن اللي بتاخد زي ما نقول تسليط وضوء اعلامي هي بتبقى لعبه كل 6 شهور، ولكن اللي موجود فعليا بيتعدى مئات الالعاب كل شهر على منصات اللي موجوده على الانترنت. طيب ازاي حضرتك بتشوف تحذير دار الافتاء للاسر من هذه اللعبه، خصوصا انه طبعا دار الافتاء بتتمتع ب ربما مصداقيه، ومساله اذا كانت الاسره يعني شافت هذا التحذير من دار الافتاء فبيكون ليه اهميه او مصداقيه خاصه لديهم؟ طبعا التصريحات واذا كان دار الافتاء واذا كان اي حد من اي جهه ليها مصداقيه بيصدر تصريح فدي حاجه كويسه جدا علشان تلفت نظر الاباء، ولكن الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول مش من الاجيال اللي هي ممكن تستمع لمثل هذه النصائح، ده محتاج حل تكنولوجي، حل استباقه تكنولوجي، بمعنى ان حضرتك يبقى في متابعه من انواع البرامج اللي بتتابع على الاجهزه بتاعت الاطفال، هو دخل على ايه، حمل ايه، اقدر امنع عنه بعض انواع البرمجيات اللي ممكن تضره او تضر اللي حواليه، ويجب اتباع اساليب تكنولوجيه مع التصريحات والحاجات اللي بتتقال في الميديا والكلام ده كله. طيب هل ممكن منع وصول التطبيق الخاص باللعبة للمستخدمين في مصر يا أستاذ وليد؟ طبعا السؤال ده اتسألته قبل كده مع حضرتك تحديدا برضه في أكتر من حاجة. لا يمكن لا يمكن لا يمكن، وأعيدها تاني، لا يمكن منع البرامج أو الأبس التطبيقات اللي موجودة على المنصات. يا إما حضرتك هتمنعي المنصة كلها يا إما حضرتك تسمحي للمنصة كلها. الحاله اللي تقدري حضرتك تمنعي فيها اي حاجه لازم تكوني عارفه المصدر او عندك مصدر محدد للحاجه دي فيتم منعها، زي مثلا موقع اخباري، موقع ينتمي لجماعه، موقع ينتمي للعبه، ده اقدر اقفل الموقع نفسه لان انا عارف مصدره. لكن الالعاب دي بيتم استخدامها من خلال برامج التواصل كمان، يعني ممكن زي ما حصل قبل كده في الحوت الازرق كانت اللعبه على المنصات ولما تم رفعها من على المنصات بداوا الناس تستخدمها من خلال الواتساب والتليجرام والحاجات التانية. هنقفل كل حاجة بقى في حياتنا.
طيب في الحالة دي، في الحالة دي يبقى في نصائح حضرتك ممكن توجهها للناس أو للأسر تحديدا طبعا أولياء الأمور علشان يحموا أطفالهم من مثل هذه الألعاب. النصائح نمرة واحد، حضرتك ما أسيبش ابني أو بنتي في سن صغير معاه جهاز تكنولوجي بيتعامل بيه على الإنترنت بمطلق الحرية دون إن أنا يبقى عندي رقابة ومتابعة ليه اللي هو فاتحه، حتى لو كان الموضوع كرتون، لأن أنا ذكرت قبل كده إن حتى الكرتون ممكن يبقى فيه كرتون إباحي، ممكن يبقى فيه كرتون بيبث أفكار مسمومة سواء أفكار دينية أي متطرفة أفكار من كل الأنواع. الحاجة الثانية لازم يبقى فيه برامج أولياء الأمور بيستخدموها على أجهزة الأطفال سواء كمبيوتر أو تليفون اقدر اتابع بيها واشوف ريبورت كده تفصيلي ايه الحاجات اللي هو دخل عليها وفتحها او حاول يفتحها. نمره ثلاثه وده الاهم، ما استسهلش ان عشان الولد يسكت اديله الجهاز التابلت ولا ايا كان نوع الجهاز عشان يقعد يلعب عليه واسيبه براحته. نمره اربعه، الاطفال من سن اربع سنين مش المفروض اصلا يمسكوا جهاز تكنولوجي ويبقى ليهم وقت محدد لا يزيد عن ساعتين او من ساعه لساعتين في اليوم عشان ما ياثرش على سلوك الطفل فيما بعد. دي اهم الحاجات اللي انا احب اذكرها للسادة المشاهدين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ وليد حجاج، مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات. معنا ايضا عبر الهاتف الشيخ احمد المالكي الباحث الشرعي في مشيخة الازهر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير يا فندم. صباح النور. اذا دار الافتاء حذرت من المشاركه في هذه اللعبه، لو حضرتك يعني توضح لينا مساله التحذير، مساله تجريم هذه الالعاب اللي بتشجع الاطفال على ربما او بتتناول معايير خطره بالنسبه للاطفال او مفاهيم خطره بالنسبه للاطفال. اولا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فانا برحب بحضرتك الساده المشاهدين. هو يعني دار الافتاء المصريه وايضا الازهر الشريف من خلال مركز الازهر العالمي للفتره الالكترونيه نزلوا تحذيرات شديده جدا من اللعبه اللي اسمها مومو او اي لعبه ثاني بتماثل او تشابه اللعبه دي. اللعبه دي للاسف الشديد هي بتستهدف يعني تقريبا معظم الفئات العمريه خاصه الشباب وبتستهوي الاطفال، وهي خلينا نقول اللي هي دي الوجه الاخر للعبه الحوت الازرق لو احنا فاكرين اللعبه دي اللي يعني حصل فيها ما حصل يعني. هي كانت عامله ايضا يعني ضجه كبيره وقتها. صحيح صحيح صحيح، واللعبه دي اللي هي في ظاهرها لو احنا بنشوفها كده بنلاقيها بسيطه، لكن هي للاسف بتستخدم يعني اساليب نفسيه معقده جدا. الاساليب دي بتحرض اصلا على القتل مثلا وازهاق الروح، ودي لا. اشكاليه كبيره جدا بحجه مثلا اللي هو المنافسه يعني مثلا تحت مظله مثلا البقاء للاقوى، فببدا بعلم الاطفال الكلام ده والشباب للاسف الشديد. فبدا دار الافتاء المصريه، احنا عندنا قسم متابعه وسائل الاعلام بالمركز العالمي للفتوى الالكترونيه بالازهر الشريف، بدا يعني يرصد المسائل دي فبدا يحذر. احنا بنحذر عشان بنقول يا جماعه خلي بالكم عشان ما نرتكبش او الاطفال ترتكب اي شيء بيهدد حياتهم او حياه الاخرين وسلامه اجسامهم واجسام الاخرين. ربنا قال لنا الكلام ده في القران يعني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الى اخر هذه الايات. فبدا يحذر من خطوره الالعاب دي. طيب نعمل ايه؟ قال والله لابد من يعني احنا محتاجين وعي عام بالمناسبه، سواء وعي عام من خلال الاسره، وعي عام من خلال المدرسه، من خلال الاعلام زي حضراتكم دلوقتي. فاحنا بخطوره الالعاب دي، الالعاب دي لها خطر شديد جدا سواء كان على الفرد او على المجتمع وعلى الاسره. طيب ولازم يعني الدكتوره سمعت الدكتور وليد بعض النصايح مهمه جدا. ولازم متابعه الاولاد بقى، يعني متابعه الاولاد بصفه مستمره. صحيح. يعني ما ينفعش احنا عندنا بقت حاجه كده يعني حاجه نسميها اطفال المفاتيح، يعني الاب في الشغل والام في الشغل والابن هو اللي معاه المفتاح ومعاه الجهاز الموبايل بتاعه او التابلت بتاعه. فلا احنا لابد من متابعه مستمره جدا وعلى مدار الساعه، مش هقول اشوفه بس ساعه في اليوم، لا على مدار الساعه لازم اراقبه. مراقبه التطبيقات حتى اللي بتنزل على اجهزه المحمول بتاعتهم، وما ينفعش ان انا اسيب التليفونات بتاعتهم كده بين ايدهم فتره طويله. دكتور وليد كان بيقول مثلا ساعتين، انا شايف حتى ساعتين كتير يعني. احنا مش عايزين ان يبقى قضيه الادمان بالطريقه دي على الموبايلات، محتاجين ان احنا نشغل اوقاتهم، نشغل اوقاتهم بكل حاجه مفيده بقى، سواء بالقراءه، سواء بوديه النادي، بعلمه رياضه، بعلمه لغه، بعلمه اي حاجه ثانيه. المهم لازم يكون في
شغل للاوقات، لازم حكايه التنميه كمان، تنميه المهارات الابناء اللي انا بحذرهم بقول لهم خلي بالكم ان اللعبه دي خطره جدا، لازم اقول لهم بالكلام ده وهكذا. يعني اللي في شويه نصائح مهمه جدا، احنا حتى في مركز الازهر العالمي منزل النصائح دي للاسر يعني. شكرا جزيلا لحضرتك الشيخ احمد المالكي الباحث الشرعي في مشيخه الازهر على كل هذه النصائح.